بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن قانون من قوانين الحياة. القانون ده أنا تعلمته وأنا بدرس رسالة الدكتوراه من المشرف بتاعي اللي كان بيشرف على رسالة الدكتوراه بتاعتي. أنا كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي في التعايش بين الناس، إزاي نعيش مع بعض بدل ما نكون في صدام على طول. الراجل دوت المشرف بتاعي هو أصلاً عراقي إنجليزي، فهو في جانب منه شرقي وجانب منه غربي. الراجل دون علمني قانون في الحياة وقال لي في قانون اسمه قانون الإزاحة. ايه قانون الإزاحة ده؟ قلت له مش فاهم يعني ايه قانون الإزاحة. قال لي اسمه قانون الإزاحة الاجتماعي، انك تزيح حاجة تبعد حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي عايز تزيح الشر؟ قلت له اه. قال لي القانون بيقول زيح الشر بالخير، كل ما تكتر الخير يتزاح الشر، كل ما تزود الخير يزول الشر. القانون دون بعد ما قاله لي قعدت افكر، اكتشفت ان القانون ده جوه القرآن بشكل واضح، ان الحسنات يذهبن السيئات. وقلت يا الله، احنا ليه دايما بنفهم الآية دي ان الحسنات يذهبن السيئات بشكل شخصي بس؟ يعني انت عندك سيئات كتير يبقى روح اعمل حسنات علشان ربنا يغفر لك بالحسنات السيئات. طب ليه بنطبقها بشكل فردي ومنفكرش فيها على مستوى المجتمع كله؟ في شر مش عاجبك، ايه قانون الإزاحة؟ ايه ما تتخنقش معاه، مال تعمل ايه؟ تزود الخير، اعمل خير وكمان خير وكمان خير، وما تقولش أنا متضايق من الشر وما تقولش الشر كتير، لا زود الخير، لأن زيادة الخير هي أحسن طريقة تزيح بها الشر، لأن إن الحسنات يذهبن السيئات. مين يعيش بقى بالحكاية دي؟ أنت متضايق من فلان الفلاني مديرك في الشغل اللي بيتعامل معاك بشكل وحش، إن الحسنات يذهبن السيئات، كتر خيرك في الشغل. وهكذا في الحياة وفي الشارع وفي الحياة كلها قانون نعيش بيه يجيب بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.